الجديد المادة بتاعت الطوارئ. مادة الطوارئ عادت كما كنا في دستور 71، بقى في ايد البرلمان يجدد الطوارئ زي ما هو عايز، وبقى الشعب ملهوش اي اعتبار في تجديد الطوارئ، ما يتمش استفتاءه. يعني الانجاز الضخم اللي عمله استاذنا طارق البشري في استفتاء 19 مارس 2011 تم الاطاحه به في مسوده الدستور ده. ومع هذا مش معنى كلامي ان ده التقييم النهائي. ليه؟ لان في المثل البلدي بيقول لك حبيبك اللي بلعبك الزلط وعدوك ان راجل غلط. فاذا كنتوا انتوا حبايب مسوده الدستور ديت، انا كل اللي بناديكم بيه تبينوا حجم الزلط قبل ما تقرروا تبلعوه. والله لو حجم الزلط هيخنقكم ما تبلعوه. لو حجم الزلط حصى ممكن تبلعوه انتوا احرار، هذا قراركم. لكن خلونا نخلص بحثنا الموضوعي على كل المواد، وهيبقى في النهايه الموقف الحقوقي ضمان نزاهه الاستفتاء. واللي عايز يقول يقول واللي عايز يقول لا يقول لا، واللي عايز يقاطع من حقه يقاطع. ومن حق كل طرف انه يعمل حملات دعايه لموقفه. يعني من حق اللي عايز يقول لا للدستور انه يعمل حمله لاقناع الناخب المصري لا، واللي من حق اللي يقول نعم يعمل حمله لاقناع المواطن المصري بنعم، واللي عايز يقول قاطع الاستفتاء من حقه يعمل حمله ويقول يقنع الناس ليه نقاطع الاستفتاء. يوم ما يصدر حق اي طرف من ان يعمل حمله بتاعته يبقى فيه ان يبقى فيه هوى، يبقى فيه غرض، يبقى فيه خطر على الناس.